طيب نروح دلوقتي لموضوع آخر لا يقل أهمية، ويمكن هو حديث الساعة، متحور جديد لفيروس كورونا اسمه دلتا كرون ظهر في أوروبا، ولكن يعني على الرغم من انخفاض معدل الإصابة به، لكن منظمة الصحة العالمية قالت إن هو المتغير الجديد ده بيثير نوع من أنواع القلق والمخاوف تحديدا في أوروبا. خلونا نعرف التفاصيل عن هذا المتحور الجديد من خلال دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الشرق أوسطية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، صباح الخير للجميع، وصباح الخير يا مصر. دكتور، عاوزين نعرف إيه هو المتحور الجديد دلتا كرون، هل هو فعلا هجين ما بين متحور دلتا وأوميكرون؟ نعم، بالنسبة للمتحور دلتا كرون زي ما بنعرف من الاسم، نعم، هو من دلتا ومن أوميكرون. كيف يصير عشان ناخذ ونوصل الصورة؟ احنا في مرحلة تعايش الفيروس مع نفسه، انه الفيروس ضعف كثير، والفيروس وصل الى درجة انه في العالم تقريبا 95% من المصابين هم مصابين في أوميكرون، والأوميكرون حاليا في عنده ثلاث سلالات، سلالات أوميكرون، سلالات أوميكرون واحد، سلالات أوميكرون اثنين، وقبل أوميكرون كان عندنا السلالة المنتشرة كثيرة سلالة دلتا. لابد انه أوميكرون ودلتا يلتقوا مع بعض في نفس جسم الإنسان وفي نفس الخلية ويصيبوا الشخص المتحورات اثنين، وكونوا هاي المتحور الجديد أو العارضة الجديدة، وهي لما الشخص يصاب من المتحور دلتا والمتحور أوميكرون. النقطة المهمة إنه في عنا الأوميكرون هو سريع الانتشار، دلتا غير سريع مثل أوميكرون، عشان هيك حسب رأيي غير مقلق. يعني هو سريع الانتشار لكن مش بنفس شكل انتشار الأوميكرون. لا، ليش؟ لأنه في علم الفيروسات مهم إنه الفيروس يتقدم بالتغير وبالتحوير والطفرات. نعم. إحنا وصلنا اليوم المرتبة الأولى أسرع انتشاراً وموجود يعني تحت المراقبة وتحت القلق، هو سلالة أوميكرون رقم اثنين، وهي أزد سلالة اللي قاعدين بندرس فيها، لأنه كثير من المسحات لا تستطيع تشخيص الأوميكرون اثنين. صحيح. وهو مختفي زي ما بسموه السلالة المختفي أو الشبح. عشان هيك حسب رأيي إنه أوميكرون ناخذ مصطلح إنه يتجوز مع دلتا، بس دلتا معناته بنرجع إلى الوراء، لأنه دلتا كانت قبل أوميكرون، وعشان هيك في تراجع في هاي السلالة. مع التراجع الفيروس لا يشير إلى القلق، لا يشير إلى أعراض خطيرة، لا يشير إلى صفات إنه ينتشر بسرعة. عشان هيك حسب رأيي الفيروس في حالة تعايش مع نفسه وبتزوج بين بعض، بين طفرات قديمة وجديدة. طيب دكتور، يعني إذا أعذرني المقاطعة، لكن لماذا الحقيقة إنه منظمة الصحة العالمية قالت إنه هذا المتحور الجديد يثير القلق؟ حضرتك بتقول إنه حسب الدراسات والأبحاث وما توصلنا إليه حتى الآن إنه ما فيش خطورة. نعم، منظمة الصحة العالمية وظيفتها إنها تحذر العالم، وهذا مهم من منظمة لازم تعمله باستمرار. إحنا بنشوف وبنقرأ الصورة الطبية والصحية وفي نفس الوقت الأرقام، عشان نأخذ فكرة 100% عن قوة انتشاره وعن خطورته بالنسبة للأعراض،
عن قوة العدوى وعن مقاومته للقاحات. هذول الأربع الصفات اللي كل متحور بندرسه. لازم ننتظر أرقام أزيد زي ما سوينا مع أوميكرون في أول أيام. يعني أفهم من كلام حضرتك إن إحنا مستنيين أرقام الأربع عوامل اللي حضرتك ذكرتهم عن هذا المتحور تحديداً؟ نعم، عشان ندرسه أزيد. ليش؟ لأنه الأرقام في أوروبا أرقام قليلة، يعني اللي ظهرت في فرنسا، في الدنمارك، في هولندا. عشان هيك إحنا لازم نستمر بدراسة صفات الدلتا كرون. في نفس الوقت إحنا لازم ندرس أزيد الأوميكرون اللي بنقدرش نشخصه، عشان هيك هذاك أزيد قلق من الدلتا كرون. الدلتا كرون إحنا زي كل متحورات أو كل صفات من المتحورات أو كل تزاوج أو تعايش بين طفرات تختلف أو طفرات قديمة وطفرات جديدة، واجب منا، واجب من منظمة الصحة العالمية، واجب من كل الدول العالم إنها تدرسه. بس حسب رأيي لما تغدى عندها أرقام كافية عشان تعطي للصورة الحقيقية للوضع. هذا لا يعني أنه مش خطير أو أنه لازم أنه نقول أنه بدناش ندرسه. لازم نستمر بالوقاية، لازم نستمر باحترام النصائح والإرشادات. زي ما إحنا صرحنا ونكرر أنه الفيروس ضعف كثير نسبية للموجة الأولى والموجة الثانية، وبدأ في التعايش مع نفسه، والانتشار صار سريع بين الشباب والأطفال. اليوم إذا بدنا نتكلم عن الصورة في العالم، نتكلم عن 461 مليون مصاب، أزيد من 394 مليون اللي تعافوا، أزيد من 6 مليون اللي توفوا. إحنا نعم بحاجة دكتور لتطعيم. دكتور فؤاد، لكن معلش عذرا هنا على المقاطعة تحديدا، بعيدا عن الأرقام، احنا النهاردة بنقول دلتا كرون، وحضرتك يعني اديتنا رسالة إيجابية النهاردة بخصوص ان الفيروس كده بيرجع للخلف، وده معناه يعني ان شاء الله يكون الأعراض بتاعته مش كبيرة. لكن خليني أسأل حضرتك سؤال بشكل مختلف شوية، لأن احنا كنا بنتكلم على الأوميكرون، كنا شايفين الأوميكرون أعراضه أقل من متحور دلتا، فهل تزاوج الفيروس سواء كان أوميكرون أو دلتا ده يخلينا نشوف ميكس من الأعراض؟ لأن دلتا كانت أعراضها بتصيب الجهاز يعني التنفسي مباشرة أو الرئة مباشرة، في عكس الأوميكرون كان في منطقة الوجه تحديدا. فهل هنلاقي النهاردة إصابات، بنرجع للنقطة صفر مرة تانية، وإصابات مرة تانية للجهاز التنفسي؟ لا، بالنسبة لأنه النقطتين السؤال مهم. نعم. والنقطتين عشان نجاوب ونوضح الصورة. تفضل. إحنا ما عندناش دلتا كامل، إحنا عندنا قسم من الطفرات اللي موجودة في دلتا وقسم من الطفرات اللي موجودة في أوميكرون، وسووا دلتا كرون. بتعلق نوع الطفرات اللي دخلت في هذا التزاوج، هذا المتحور بين دلتا المتحور، وفي نفس الوقت الأعراض. حسب الأرقام اللي عندنا حتى الآن من قبرص لحتى اليوم الصبح، فيش عندنا أعراض اللي تشير إنها أعراض خطيرة. نعم. معناته في هذا الدلتا كرون فيش عندنا طفرات كلها من دلتا. ليش؟ لأنه دلتا زي ما أنت حضرتك تفضلت كان عنده أعراض أخطر من أعراض الأوميكرون. صحيح. في نفس الوقت فيش عندنا صفة إنه دلتا كرون ينتشر أزيد أو بأسرع من أوميكرون، وخصوصا أوميكرون 2. صحيح. عشان هيك الأعراض ليس خطيرة، وقوة الانتشار ما هيش أقوى
من أوميكرون وخصوصا أوميكرون 2. ودي أهم حاجة لازم نطمن بيها كل المشاهدين، يعني لابد من اتباع الإجراءات الاحترازية طبعا والإجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا بشكل عام، لكن برضو بنطمن الناس أن المتحور الجديد هو أكثر انتشارا، ودي أهم حاجة موجودة. ربنا يسلم ويحفظ الجميع. الدكتور فؤاد عواد رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير.